بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين يا رب العالمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي كتاب قلوب عامرة، برحب بحضراتكم. نجهز المصاحف، هنكمل تصحيحنا لسورة المرسلات، ومعانا النهاردة هناخد من الآيات 20 ل 28. مستعدين ولا تعبتوا؟ طب يلا، دائما مستعدين إن شاء الله، يلا بينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالكوا في اللي هقوله. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ ألم نخلقكم من ماء ليه قلت خلي بالكو؟ عندي القاف والكاف. القاف والكاف حرفين متقاربين في المخرج وفي الصفة. في المخرج قا كا قريبين من بعض. قا كا قا كا. طيب القاف عندي ساكنة، يعني إيه ساكنة؟ لو بصيتوا في المصحف مش هتلاقوا عليها تشكيل. مش مشكولة، لا فتحة ولا ضمة ولا كسر. يبقى ده اسمه الحرف الساكن. لا بتقول له قو ولا قي ولا قا، ما عليهوش أي حركة من الحركات على الحرف، الحرف يبقى إيه؟ ساكن. وراه الكاف المشددة، والاتنين قريبين من بعض جدا عشان تيسير القراءة على القارئ، فهيبقى عندي هنا إدغام كامل. يعني إيه إدغام كامل؟ يعني القاف دي هتدخل في الكاف، مش هيبقى فيه قاف، هيبقى فيه كاف. فأدغمنا، خليكم معايا وما تناموش، القاف دخلت في الكاف، هيبقى إيه؟ نخلقكم، إدغام كامل، نخلقكم. فبالتالي أنت لما تيجي تقراها أيسر لما هتبتدي تعمل يعني تظهر شوية القاف، هتقول نخلقكم، هتبقى تقيلة. يبقى هنقولها تاني. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ ألم نخلقكم من ماء مهين؟ الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بيمتن على الإنسان بخلقته، الإنسان اللي اتخلق من هذا الماء الضعيف الهين بقدرة القادر العظيم، يمكث في رحم المرأة ويتكون الجنين. آية من آيات الله، آية من آيات الله، عشان نغفل عنها ولا نتدبر فيها ونفكر قد إيه قدرة الخالق العظيم في إنه من هذا الماء المهين خلق هذا الإنسان وكرمه وأحسن خلق هذا الإنسان. فهنا الآيات بتتكلم عن آية من آيات الله، وهي خلقك أيها الإنسان، آية من آيات الله التي تستوجب على الخلق إنهم يفكروا في قدرة الخالق العظيم. وبعد كده الآيات هتتكلم عن خلق الأرض، فنبتدي بس بدي ونكمل مع بعض. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ ألم نخلقكم من ماء مهين؟ فجعلناه في قرار مكين. فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فقدرنا فنعم القادرون
ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا. ألم نجعل الأرض كفاتا. أحياء وأمواتا. أحياء وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم. رواسي شامخات وأسقيناكم. رواسي شامخات وأسقيناكم. أنا عدت المقطع ده عشان الإدغام، خلي بالكم. إيه الرواسي دي؟ الجبال. وشفت إيدي رواسي، رواسي شامخات، شامخات الجبال الشاهقة الضخمة دي. ربنا بعد ما بيذكر الإنسان بفضله عليه في إيجاده من عدم وخلقه من الماء الضعيف، وإنه يبقى له وقت مؤقت في رحم أمه، وبعد كده تيجي ساعة إلى قدر معلوم تيجي ساعة الولادة. من الذي خلق هذا؟ من الذي أوجد له هذا الكون وأعد للإنسان بهذه الأرض اللي فيها كل الخيرات للإنسان، مسخرة للإنسان يقدر يعيش عليها ويقدر يسعى ويقدر ياكل ويقدر يشرب ويقدر ياخد من المواد الأولية والطبيعية بتاعتها ويعمل صناعات ويزرع حاجات كتير. كل الآيات دي الويل والهلاك والعذاب لمن رأى هذه الآيات ولم تكن دليلا له على وجود الخالق العظيم. يبقى وأنا أقرأ هذه الآيات أبقى حاسس الإيه المعنى. ناخد المقطع الأخير والحلقة المقبلة إن شاء الله كل واحد منكم يقرأ لوحده. ألم نجعل الأرض كفاتا. ألم نجعل الأرض كفاتا. أحياء وأمواتا. أحياء وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم. توسط بس ما عنديش غنة. توسط بس. وأسقيناكم. وأسقيناكم. وأسقيناكم ماء فراتا. وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين.